في اليوم العالمي للعمل الخيري تنظم مكتبة الكويت الوطنية معرضا خيريا تحت شعار معا أصغر التغيرات تصنع أكبر التأثيرات، ويسلط هذا المعرض الضوء على المساهمات الخيرية الإنسانية التي قدمتها دولة الكويت للعديد من المحتاجين والمتضررين حول العالم. إذن مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض الخيري تنضم إلينا مراسلة تلفزيون دولة الكويت ديما دحدل من مكتبة الكويت الوطنية. ديما، حدثينا أكثر عن محتوى المعرض وفعالياته. نعم زميلي، بالفعل بعد التحية، اليوم يعني الكل يحتفي بهذا اليوم، يوم العالمي للعمل الخيري، وحق ويحق لدولة الكويت أن تكون أول المحتفين، لأنها هي سباقة للعمل الخيري والإنساني، رائدة في كافة مجالاته ومشاريعه المتنوعة. اليوم هذا المعرض هو فعالية لنشر الوعي حول الجمهور عن الأعمال الخيرية، وأيضا تشارك فيه العديد من الجهات الخيرية والتي تعرض اليوم محتوى مشاريعها للعامة، لحثهم اليوم على أيضا تشجيع والانخراط في العمل الخيري. وليس غريب اليوم على أهل الكويت الذين جبلوا على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، لكن اليوم أبرز اليوم المشاركين في هذا المعرض يعني هي جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي لها باع طويل في هذا العمل الخيري. يسعدنا أن نستضيف معنا المتطوع فاروق خزعل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، مشارك في هذا المعرض، ليتحدث اليوم عن مشاركتهم أكثر في هذا المعرض. مساء الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية احنا بهذا اليوم الدولي الخيري، جمعية الهلال الأحمر الكويتية حرصت أن احنا نشارك في هذا المعرض لسرد أعمال خيرية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي. جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ تأسست وهذا عملها، وهذا لها باع طويل بالأعمال الخيرية والإنسانية برا الكويت وخارج الكويت. طبعا الأعمال الخيرية والإنسانية برا الكويت ما شاء الله تفوق المئة دولة تبارك الرحمن، وحاليا يوجد لنا أعمال إنسانية طبعا وخيرية داخل الكويت، وأبرزها حملة التعليم، حيث جمعية الهلال الأحمر أطلقت هذه المبادرة منذ سنين لدعم التعليم للأسر المحتاجة والأطفال اللي هم يحتاجون إلى دفع مصاريفهم بالمدارس. نعم. شكرا لك على هذه المشاركة معنا عبر الموجز في نشرة أخبار دولة الكويت. بالفعل اليوم كما قال السيد فاروق أنه اليوم هي مشاركات كثيرة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي إن كانت داخل أو خارج دولة الكويت، ويعني مشاريع بالفعل خيرية كبيرة هي التي اليوم سلطت الضوء على دولة الكويت بما قدمته عبر هذه السنين الطويلة لتكون واحة غناء بالعمل الخيري. ودائما نقول بأنها هي أيقونة منيرة وناصعة الإشراق في العمل الإنساني. هذا كل شيء زميلي عن المعرض، عودة لكم مرة أخرى إلى الاستوديو. نعم، شكرا جزيلا لك ديما دحدل من مكتبة الكويت الوطنية.